وصل إلى البلاد اليوم صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة لمملكة البحرين لحضور منافسات النسخة الثالثة من سباق كأس البحرين الدولي. وكان في مقدمة مستقبلي سموه بمطار الصخير سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، حيث رحب سموه بصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل متمنيا له طيب الإقامة في بلده الثاني البحرين.